أمين تنتظركم يعني بطولة إفريقية في دولة كوديفوار، كيفاش راكم يعني تحضروا أنفسكم لهذه البطولة؟ بو كيما راكم تشوفوا التحضيرات على قدم وساق، ما يخفلكمش باللي التربصات هذو بدينا من شهر جويلية، هذا التربص رقم 9 اللي نحضروا فيه البطولة الإفريقية القادمة في شهر نوفمبر بكوت ديفوار. الحمد لله الرياضيين واعيين بالمسؤولية اللي يتستنى فيهم، كل واحد راهي شغل على باله واش راه يستنى فيه باش يمثل بلاده ويرفع الرايه الوطنيه في المحافل القاريه ان شاء الله، وان شاء الله الحفاظ على المرتبه الاولى بطولة إفريقية ان شاء الله. كيفاش راكم تشوفوا حظوظكم في هذه الدوره؟ الحمد لله كما قلت لك التحضيرات كما يقولوا كل رياضي فينا راه واعي واش المسؤوليه اللي يستنى فيه، كما كل رياضي هو يحوس على المرتبه الاولى باش يحصل المرتبه الاولى ان شاء الله. قول الشعب الجزائري ساندونا يستنى فينا بطوله افريقيه كما يقولوا صعيبه بزاف بدوله كوت ديفوار بمشاركه الله اعلم 19 او 20 دوله، ان شاء الله راح نديروا كاع اللي علينا باش نحافظوا على اللقب القاري ان شاء الله والحفاظ على المرتبه الاولى يا رب.